واحد بيقول قداستكم قد ذكرت في المحاضرات السابقة أن الروح القدس قد حل حلولا أقنوميا على السيدة العذراء أثناء الحبل المقدس، فما معنى حلول أقنومي؟ وهل السيدة العذراء خلال هذه الفترة كانت إلهة؟ أنا قلت أن ده استثناء. حلول الروح القدس على العذراء حلولا أقنوميا يتحط فيه نقطتين، نقطة غرض الحلول ونقطة حلول مؤقت. غرض الحلول أن يكون جسدا منها، وتكوين الجسد ده لازم الأقنوم يكون، هيجي لها منين جسد؟ جسد ابن جنين يجي منين بدون زرع بشر؟ وتاني حاجة حلول مؤقت، مجرد حبل بديء وقدس مستودعها علشان الابن لا يرث منها الخطية الأصلية. بعد كده العذراء خلصت من هذا الحلول الأقنومي، بل حتى أثناء الحبل قالت في زيارتها لأليصابات تبتهج روحي بالله مخلص، هي ما صارتش آله دي، بتقول بالله مخلصي، يعني أنا محتاجة إلى الخلاص